بطريقة. نفذت مديرية مكافحة الإجرام في الأنبار عملية نوعية بإطاحة شبكة تزوير في المحافظة بالجرم المشهود، مع وثائق حكومية لكافة دوائر الدولة وامتلاكهم جميع الأختام التي تعود إلى دوائر متعددة منها الجنسية ومؤسسة الشهداء ودوائر أمنية وأخرى. بعد ورود معلومات من المواطن الأنباري ومن مصادرنا في هذه المحافظة مع مديرية مكافحة الإجرام بأن هناك مجموعة تقوم بالتلاعب ولديها كثير من الأختام المزورة والوثائق والمحررات الرسمية المزورة لكافة دوائر الدولة، إن كانت مدنية أو أمنية أو قضاة أو كل دوائر الدولة في مؤسسة الشهداء والتقاعد والتعويضات. ويرى مختصون في مجال القانون بأن الدوافع المالية المربحة هي من أدت إلى انتشار الجرائم المنظمة، يقابلها تعاون من قبل بعض المتنفذين لإنجاز المعاملات المزورة. هذه الجرائم التي تعتبر عمليات منظمة تبدأ بسيطة، إلا أنه تتم التوسع فيها نتيجة الربح المادي الكبير والذي يدعمه كثير حتى من الموظفين ومن المستفيدين في على مستوى كبير في الدولة، يتم الاستفادة من هذا الموضوع. طبعا هذه لا تتم بسهولة، وإنما هنالك وراءها متنفذين ورؤوس كبيرة، ولهذا الإطاحة بالشبكات الصغيرة سيؤدي بالتأكيد إلى الإطاحة بالرؤوس الكبيرة. ولا تزال عمليات البحث والتفتيش لملاحقة الخارجين عن القانون مستمرة بغية قطع الطرق أمامهم لإنهاء ملفات الفساد وهدر المال العام. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.